فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي، نحكيو على الشبيبة القيروانية واخبار سعيد احباء الشبيبة باش يزوفوا من القيروان. زميلنا عبد المجيد الجبيلي، مجد اهلا بيك. مرحبا بك سلام، تحية ليك ولكل السادة المستمعين. بالتأكيد هو خبر مفرح بطبيعة الحال بالنسبة لحباء الشبيبة، اللي في الحقيقة الأيام هذه كل من كلها الأعصاب في القروان تعرف عملية منع من الانتداب اللي أصدرتها قرار أصدرته الفيفا بخصوص عدد من فرق تاع تونس بما فيهم الشبيبة. الشبيبة بخصوص زوز ملاعبيهم في الحقيقة النيجيري دافيد تقريبا عنده 35 مليون، وعندك خاصة اللاعب الملف الأهم هو توماس جونيور اللاعب الكامروني تقريبا 131 ألف دينار. هي في السابقة أولى، وفي الحقيقة الهيئة التسييرية صاحبة الهيئة المترشحة اللي يقودها بشير الأحمر هي اللي تكفلت بجمع المبلغ هذا 131 ألف دينار. منذ حين تقريبا تم تسوية الملف هذه بصفة رسمية في انتظار، وأنه ثم أخبار الدور يقولوا زوز ملاعبية تم تسوية الملف متاعهم، لكن التأكيد يجي من ناطق رسمي تاع الهيئة المترشحة عن طريق عبد الرزاق تراد. قالوا أنه لاعب وحيد اللي هو الملف الأهم اللاعب الأهم بالمبلغ 131 ألف دينار هو اللي تم التسوية متاعه بصفة نهائية. اللاعب الآخر ما هوش مهم، يعني 35 ألف دينار ما زلت ربما تنتظر، ولو أني أنكور هم بشي يسووا الوضعية هذه. المهم الشبيبة في انتظار القرار الفيفا باش رفع منع قرار منع الانتداب، بالتالي حتى تتمكن من الامضاء بصفه رسميه على الاربع ملاعبيه اللي تم تدريبهم اليوم قاعدين يتريناو مع الشبيبه. وكذلك من هنا الغدوه ثم زوز ملاعبيه اخرين، واحد ديفونسور واحد وسط ميدان، مش تم ايضا تم الاتفاق معهم يعني شفويين في انتظار وانو امضاء العقد، وبالتالي ممكن مش تصير قبل الجلسة العامة نهار لحد نهار 19 سبتمبر الجلسة العامة الانتخابية، ربما مش يتم الإعلان على الستة ملعبية ذوما بانتدابات رسمية لفريق الشبيبة القيروان. زيد نذكر على ذكر الجلسة الانتخابية نهار 19 نهار لحد 19 سبتمبر بالمركب الثقافي أسد بن مفرد بالقيروان، مش تصير عملية الجلسة العامة التقييمية ثم الانتخابية. جدل كبير بطبيعة الحال، إن ننتظر بطبيعة الحال، وأنه الجلسة هذا مش تكون ساخنة برشا نظرا وأنه فيها برشا مشاكل. الشبيبة مرتين تتيح للرابطة الثاني، وكذلك خاصة سام بطبيعة الحال إن شاء الله في موعدنا القادم مش يكون معنا واحد من الهيئة هذه المترشحة بتبعتها مش تولي هيئة مديرة، بيش يحكينا على تفاصيل التقارير المالية. وما أدراك ما التقارير المالية، تقريبا 4-5 مواسم الجمعية بلاش تقارير مالية، تصور الفلوس داخل خارجة ما يعرفوش عليها وين ماشية، والعدول اللي حد البارحة طولة ثم واحد من الأعضاء هيئة المديرة السابقة جلب عد المنافذي طلب الفلوس نتاعه، يعني خلينا نقول يعني فوضى كبيره. ما زلت حتى رغم اللي ثم بوادر تاع اصلاح بوادر نتاع معناتها عمل قاعدي عمل استراتيجي من طرف الهيئه هذه، لكن ما زلت بعض المشاكل من حين لاخر تصدر. تقريبا بطبيعه الحال زي ما قلت لك اسلام، اربع ملاعبيه في الانتظار، ثم ملاعبي نزار الطويل هذا كان امضى على عقد مبدئي رب نهارين من القروان، يقولوا لي بتواطئ منه مع واحد من احباء الشبيبه هرب. هذا بطبيعه الحال الاسباب تبقى مجهوله، بقاو كان اربع ملاعبيه في انتظار وصول زوز ملاعبيه اخرين اللي تم الاتفاق معهم بصفه رسميه. مع ذلك التمارين تتواصل بصفه طبيعيه في ملعب حمد العواني بالقيروان. ربما الفلوس اللي كانت باش تمشي للتربص اللي منتظرته الشبيبه اجل تربصه نتاعو للمره الثانيه على تولي، كان من المبرمج باش ينطلق بعد غدو نهار 16 في عين رهب 9 ايام، تقريبا 99% ماهوش باش يصير التربص هذا، مش يقعدوا في القروان لانه تعرف الظروف الماديه صعيبه مع ال 160 الف دينار هذوما نتاع زوز ملاعبيه. بطبيعه الحال نقول لك نخلصوا الديون افضل واحسن من باش نقوموا بتربص في عند راه نولي نعملوه هنا في قروان في انتظار وانه تربص اخر مش يصير في
مدينة سوسة قبل البطولة بطبيعة الحال تعرف يعني الثيام ما تعرفش الشبيبة وين مش تلعب لحد اليوم ما يعرفوش حتى حد ما يعرف الشبيبة تلعب في الرابطة الأولى في الرابطة الثانية الظروف ما زالت كل شيء ما زال غامض في في الأمور هذه يا سلام. فقط اليوم كان آخر أجل هو الخلاص المستحقات المالية كانت ختمش خلاص اليوم ما يتمش رفع منع الانتداب بالتأكيد هو اليوم آخر أجل بتبع تحال اليوم لو ما تسويتش الوضعية ربما شبيبة مش تدخل في منعرج آخر خطير جدا تعرف بتبع تحال الخطايا والعقوبات تكون أخطر من هكا توصل للخصم من نقاط بتحال توصل حتى في بعض الأحيان حتى الفريق يزيد يدحرج أكثر هو العقوبات هذه تتهدد فريق آخر اللي هو نادي البنزرتي متمكنش من رفع منع الانتداب على قدر الخير في السيابي هو بتبتح له وسمعت ربما حتى ملاعبي بالأسود وسامة الأسود البارح فسخ العقد متاعه صحيح فخزم هذا خطر على الاشكال هذا ويلعب يلعب في مدنين يحب يلعب في الرابطة الأولى بتبتح الحال فسخ الكونترا بتاعه مع نادي البنزرتي فقط مجيد بالنسبة لنزار التريم فمش عندكش أسباب على شهرب ثامن والآخر الأخبار الكواليس تقول وأن واحد من أحبة اللي محسوب على أحبة ما نقولش أحبة لكن يقولوا لي وأن محسوب على أحبة الشبيبة هربوا اللي طريقة ربما قاش عرض آخر مغري اللي في فريق آخر قد يكون سبت معي في المعلومة قد يكون سيوتية قام معناتها عرض آخر مغري بطبيعة الحال فتنقل الفريق آخر في انتظار إن شاء الله نبحث على التفاصيل متاع العملية هذه اللي عملية بين قوسين عملية خسيسة بالنسبة للمحب هذا ولو أني النائبي من حقه بطبيعة الحال في عاد اعتراف من حقه باش يمشي للفريق اللي يحب عليه واللي يقدم له عرض خاصة مادي أفضل لكن تبقى نقطة استفهام كيفاش خرج ولو أني ممضي على عقد مبدئي مع فريق الشبيبة ودرب معها في كم من حصة لكن في الأخير مع تبيت مصباح مع الأسف الغالب هذيك هي نجم نقولوا بين قوسين الاحتراف يعني لحد الآن ماهوش معنا بالكيفية المطلوبة أنه خاصة وأنه كان نعرفوا المنيع بهذا مع فريقه مع فريق الشبيبة معناتها الأمور ما زالت ماهيش واضحة كما ينبغي بالتالي من حق الملاعبي باش يمشي لوجهه للي يحب عليها هو بطبيعة الحال. باهي مجد بالنسبة لمصير الفريق انت كنت تحكي شوية عن الموضوع هذا مثلا الملعب التونسي قاعد يقوم بانتدابات كبيرة اليوم مثلا تم التعاقد مع كريم العواضي بخلاف عاطف التخيلي والحديث على أسماء كبيرة أخرى في حين الشبيبة تحس الميركاتو متاحة متاع رابطة ثانية في حين الملعب التونسي العكس نجمو نقرأ منه حاجات هذا فهم معلومات قاعدة تسرب هو اللي يعطيك الصحة بسؤال الساعة بكل شيء سام يعني من المفارقات العجيبة في البطولة تعرف فريق الشبيبة كما عامله وزيادة كما هكا عرف روحه في الرابطة الثانية بدأ ينتدب وبدأ يهيكل في الفريق على أساس مش يلعب في الرابطة الثانية ففجأة للعب البراج لقى روحه في الرابطة الأولى وصار اللي صار موسم تاريخي 3 نقاط والمرة أخرى يرجع للرابطة الثانية العكس اليوم الملعب التونسي تعرف أنت من عرش أسلامنا تقريبا نجي ربع ساعة درجين كنت نشوف في تدوينة للكاتب العام السابق ملعب التونسي أنيس الباجي اللي أكدوا أنه الفريق في الرابطة فريق الملعب التونسي في الرابطة الأولى هذا بطبيعة الحال أنيس الباجي كنت نشوف في التدوينة متاعه وعملها قال مبروك لأحباء الملعب التونسي فريقنا في الرابطة الأولى بما يعني افهم انت ولا فسر كما تفسر بالنسبه لحباء الملعب التونسي لحباء الرياضه بصفه عامه فريق ربما ما نعرفش انا من جهه المعلومه عنده المعلومه ياسك عنده المعلومه اللي هو زي الملعب التونسي في الرابطه الاولى رسميا كيفاش العام الجاي مش تلعب البطوله مش تلعب براج الفريق الشبيبه ياسك معنيه هي من بالمعنيه البراج ياسك معنيه في باش تبقى في الرابطه الاولى يعني برشا غموض في الحكايه ما نعرفوش ولو اني تعرف حتى في الجلسه العامه كان الناطق الرسمي نتاعها هو الاستاذ حمد المغربي قال انه ثم خاصه الوضعيه نتاع الشبيب والملعب التونسي ووضعيه الفرق الكل بطبيعه الحال مش خاصه صوره اجتماع خاص بها ممكن غدوه بعد غدوه على كل ما المفروض غدوه باش يكون الاجتماع باش يتم اتخاذ
القرار في الموضوع هذه، ولو انه الميركاتو مثلا انت تحكي على شبيبة عملت ميركاتو نتاع لعبة 2000 مش مسيرش كل العام الماضي، وقتاش باش تنتدب اذا كان نعرفوا الميركاتو اللي سكر 15 سبتمبر معناها وقتاش باش تنتدب اذا كان تم الفريق باش يكون في الرابطه الاولى والا بلاش معناتها الاخر تكبير هو من هي من المفترض باش يكون ممكن غدوه، ممكن غدوه مش معناتها مش اون بلوك كلهم مع بعضهم، مش السته ملاعبيه الاربعه اللي موجودين تو مع ليكيب والزوز الاخرين اللي كما قلت لك تم الاتفاق عليهم سته ملاعبيه ممكن من الغدوه مش يمضيوا وكلهم مع بعضهم على عقود احتراف مع فريق شبيبه. هذا بطبيعه الحال كما قلت لك تو الاربعه ملاعبيه ونزيد نسميهم لك اسلام، ثم عندك نذير عبد النبي، حسان المولي، حسام بن صالح واحمد الفزيني، هذوما ملاعبيه قلت لك نزار طويل رب، ثم زوز ملاعبيه اخرين تكتم كبير على الاسماء نتاعهم، واحد مدافع واحد وسط ميدان. بطبيعه الحال السته هذوما ملاعبيه غدوا صفه رسميه، ممكن نقول غدوا اكثر حاجه غدوا باش يتم يمضيوا على عقود احتراف مع فريق الشبيبه، وهكا بطبيعه الحال الشبيبه بامكانها باش تودع العقود هذه في الجامعه باش تاخذ الليسونس تاعها تولي معناتها انتدابات قانونيه. يعطيك الصحه، شكرا لك عم مجيد الجبيلي على كل التفاصيل اللي مليتنا بها بخصوص جديد الشبيبه القيروانيه، رفع منع انتداب كيف مصير الفريق الموسم القادم وين باش يكون في الرابطه الاولى او الثانيه. اكيد اللي فاتوا الفيديوهات او التصريحات والمداخلات في فير بلاي اليوم ينجم يرجع على الصفحه نتاعنا اكسبريس اف ام والا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس سبور يلقى التصريحات الكل. قبل ما نمشي للموسيقى فقط نذكر بالقرار نتاع رئاسه الجمهوريه باعفاء وزير شؤون الشباب والرياضة سهام العيادي من مهامها منذ قليل في بليغ كان هبط على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية. موزيكا فهم كاملين في البلاي حتى الخمسة.